أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة كايزر بالشوكولاتة. المقادير: 3 كوبايات دقيق، معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة صغيرة ملح، بيضتين، ربع كوباية زبدة، 3/4 كوباية حليب، نص كوباية قطع شوكولاتة، بيض مضروب وحليب للدهن. هقول لكم دلوقتي طريقة التحضير. اخلطي الدقيق مع السكر والخميرة والملح وقلبيهم كويس، وبعدين اضربي البيض مع الزبدة في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة وحطي عليهم خليط الدقيق وافضلي اضربيهم. حطي بعد كده الحليب على الخليط السابق وافضلي عجنيهم لحد ما تكون عندك عجينة متجانسة، وبعدين غطي العجينة وسيبيها تخمر لمدة نص ساعة. بعد كده قطعي العجينة لخمس قطع، وبعدين احشيها بقطع الشوكولاتة وشكليها على هيئة كور، ورصي كور الخبز دي في صاج فرن وسيبيها عشان تتخمر لمدة 40 دقيقة. وآخر حاجة، سخني الفرن على درجة حرارة 180 ودهني الكايزر بخليط البيض والحليب، وبعدين اخبزيه في الفرن لمدة 35 دقيقة، ولما تيجي تقدميه قدميه مع المربى والعسل والزبدة. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.